في هذا الفيديو ان شاء الله غنتكلموا على 5 ديال المسائل، الا طبقتيهم مزيان ما يقدرش عليك الجن. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى من الله كلكم تكونوا بخير، وكنتمنى من الله كلكم تكونوا لاباس. في هذا الفيديو غنتكلموا على 5 ديال المسائل باذن الله سبحانه وتعالى اللي خاصها تكون عند الانسان باش ما يسيطرش عليه الجن، وباش ما يعذبوش الجن، وباش ما يتمحنوش الشياطين. احبابي الكرام، حنا كنا متعرضين للعين، متعرضين للحسد، متعرضين للسحر، لان الانسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم من اخيه شيئا فليبارك له، اي يقول تبارك الرحمن، او يقول تبارك الله، او يقول ما شاء الله. اذا كان الانسان اذا دخلت جنتك فقل ما شاء الله، اذن اي اذا دخلت الى بيتك مع اولادك واعجبك شيء في اولادك او اعجبك شيء في ابنتك فقل ما شاء الله، اذا اعجبك شيء في ابن الجيران وابنة الجيران فقل تبارك الله، أو إذا أعجبك شيء في أي شخص في الشارع فقل ما شاء الله. إذا كنت مارا وأعجبك لباس أحد الناس، أو أعجبتك سيارته، أو أعجبك منزله فقل تبارك الله. دائما الإنسان يدعو بالبركة لأخيه في ظهر الغيب حتى لا يصيبه بالعين. فأغلب الناس اليوم بإذنه جل وعلا هم مصابون بالعين من جراء هذه المسائل، أنه يرى ويتمنى زوال النعمة لأخيه، الحاسد يتمنى زوال النعمة. فرجاء أول شيء نتكلم عليه في هذه 5 مسائل اللي خاصنا نتبعوها ونتبعوها مزيان. كيف كتشوفوا أنا كندير اليوم الفيديو وأنا واقف، لأن عندي ألم في الظهر ديالي، ما بقاش نجلس على الكرسي ونهضر، باش نوصل لكم ان شاء الله المعلومه، باش نوصل لكم ان شاء الله الرساله. الى جلس عذرني ظهري فاضطريت نبقى واقف ان شاء الله وسمحوا لي. ف5 ديال المسائل اللي قلنا خاصنا نتبعوهم ان شاء الله، وخاصنا نكونوا بهم على يقين، وخاصنا نمشيو بهم مزيان. اول شيء هو الانسان يحافظ على صلاه الفجر، الانسان يحافظ على صلاه الفجر، يحافظ على صلاه الفجر. دائما صلاه الفجر باذن الله تكون في الوقت ديالها، ولا كانت الجماعه عند الرجال الانسان يمشي يصلي جماعه صلاه الفجر، ما كانش الجماعه الانسان يصلي ان شاء الله في الدار ديالو، وربي يوفق الخير. ثاني شيء هو الانسان يحافظ على الاذكار ديالو، اذكار الصباح والمساء واللباس والغداء والاكل والشرب، الاذكار كامله، اذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء. دائما الانسان انه يحافظ على الاذكار ديالو، هذه قلنا ثاني شيء. ثالث شيء احبابي الكرام دائما الانسان يبعد من مجالس الغيبه، ويبعد من مجالس النميمه، ويبعد من مجالس البهتان، ويبعد من السب والقذف والشتم. لانك ملي كتسب شي واحد ولا كتقذف شي واحد ولا كتشتم فيه، فانت كتكون معرض للشياطين، وكتكون معرض لنهب الشياطين، وكتكون معرض لتلبس ابليس. فدائما القلب ديالك خاصو يكون نقي، القلب ديالك خاصو يكون اجمل بجميل، القلب خاصو يكون عنده واحد الثقه، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيشافي، ولان الله عز وجل هو اللي قادر باش غادي يعطيك، والله عز وجل هو اللي قادر باش غادي يحيد لك. ما يمكنش شي واحد غادي يحيد لك، وما يمكنش شي واحد اللي غادي يعطيك، الله سبحانه وتعالى بوحده هو اللي يعطيك، وهو اللي غادي يحيد لك. كن اكيد ما تقولش علاش انا ما خدمتش، علاش انا خدمت، علاش الاخر خدم، علاش الاخر خدم. فادعوا لي اخيك بالبركه، وربي غادي يرزقك، وربي غادي يرزقك. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، عن الرزق يتكلم الله سبحانه وتعالى. رابع حاجه احبابي الكرام هي الحفاظ على قراءه القران، الحفاظ على قراءة القرآن. لطالما الإنسان يتغنى بالقرآن ويقرأ القرآن ويحافظ على الورد، فذاك إنسان جميل وإنسان طيب، يحافظ على تلاوة ربه من قرآنه جل وعلا. إذا قرأت في الصباح ورد وفي الغداء وفي العشاء فهذا جميل، أو إذا قرأت في الصباح ورد وفي المساء ورد فهذا جميل، حافظ على تلاوة القرآن. قلنا خمس مسائل، إذا تبعتيهم إن شاء الله سهلين بزاف، إذا تبعتيهم إن شاء الله غربي غادي لك اللي فيها الخير، وربي إن شاء الله يدير لك الطريق إن شاء الله مزيانة بزاف. فما تعقش، لا تكن بخيل، لا تكن بخيل رجاء، لا تكن بخيل. الحاجه الخامسه احبابي الكرام، واللي هي منتشره عندنا بزاف، وبزاف الناس يقولوا انها ماشي حرام، وهي الغناء. الغناء اخوتي، الغناء، فالغناء، الغناء كيجلب الشياطين، الغناء كيجلب الشياطين. فنحاول ونحاول ونحاول نبعد من الغناء اقدر، على قدر المستطاع نبعد من الغناء ان شاء الله. نحاول الانسان يبعد من الغناء، فالغناء ما ينفعكش لا في الدنيا لا في آخرة، لا في الدنيا عينفعك لا في الآخرة عينفعك. أنت تصابتي بالعين وتصابتي بالسحر وتصابتي بالحسد فما فيها باس، مش نقولوا ما فيها باس،
لا فيها الباس، لا فيها الباس، انا كيجيو عندي الناس وكنعالجهم الحمد لله، ولكن الانسان كيمشي بقيت سنه الاغاني فكطول مده العلاج ديالو. علاش؟ لان حب القران وحب الاغاني في قلب مؤمن لا يجتمعان يا اخوتي، في قلب مؤمن لا يجتمعان. نبعد من الغناء نعيش مرتاح، نبعد من الغنى نعيش مرتاح، نبعد من الاستماع للغناء نعيش مرتاح، ونحافظ على الصلاه ديالي، نحافظ على الدين ديالي، وما نساوش بر الوالدين. بر الوالدين واجب، واجب عليك انك تكون بار بوالديك. بر الوالدين ما عندوش شي حاجه تقول لي لا امي تطلع لي الدم ولا باك يطلع لي الدم. الوالدين هما الاولين في اي شيء، الوالدين هما الاولين في اي شيء. الا تهليتي في والديك كن اكيد ان ربي سبحانه وتعالى غادي ينجيك وغادي يدوزك من فم البرا، كما تنقولوا بالمغربي ديالنا غادي يدوزك من فم البرا. لكن الا تهليتي في والديك، لان دعوه الام مستجابه، ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة الأم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب، ودعوة الأب كذلك. فتهلاو في الوالدين ديالكم، ونتمنى من الله عز وجل يرزقنا البر ديالهم، ونتمنى من الله عز وجل يرزقنا باش نكونوا معاهم حتى تفرقنا الممات. أحبكم في الله، والسلام عليكم. اسمحوا لي وفي هذا الفيديو إن شاء الله غنحط واحد الرقية، تسمع على الإنسان الحسد على العين على السحر، ونطلب الله يشافي الجميع. الله يعاونكم، السلام عليكم.